أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذه سائلة تقول: هل غسل نجاسة الطفل ناقضة للوضوء؟ لا تنقض الوضوء، لكن تغسل يدها إذا باشرت النجاسة، إذا باشرت بيدها النجاسة من غير حائل تغسلها، أما إذا غسلتها من وراء حائل فليس عليها شيء، ولو تنجست يدها فوضوءها صحيح لا ينتقض، لكن عليها غسل النجاسة فقط. نعم. وتقول أحسن الله إليكم: إذا كنت صائمة قضاء وأفطرت، لكن لاحظوا أنها لو باشرت فرج الطفل بيدها وهي متوضئة انتقض وضوءها، لأن لمس الفرج مباشرة من غير حائل ينقض الوضوء قبلا كان أو دبرا. نعم.